السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة. حزينة هي إيران اليوم، فالحدث جلل والفاجعة صادمة، وكيف لا تكون كذلك أمام استشهاد رئيسها الاستثنائي آية الله الدكتور إبراهيم رئيسي ووزير خارجيتها حسين أمير عبد الهيان، الرجلان اللذان ترجما قولا وفعلا قيم الثورة الإسلامية في الداخل والخارج وفي القضية الفلسطينية. قبل استشهاده بساعات قليلة كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يخطب من أجل فلسطين وقضيتها وحق شعبها في الحرية والعيش الكريم، فلم ينسى أهل غزة ومآسيهم حتى في أثناء لقائه الأخير رئيس أذربيجان من أجل افتتاح سد مشترك بين البلدين. انحاز رئيسي إلى الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات الممكنة، وجاء ذلك تعبيراً عن نهج الثورة الإسلامية الإيرانية القائم منذ نهاية السبعينات، وهو الانحياز الذي لم يقف يوماً عند حد الكلمات أو بيانات الإدانة للجرائم الصهيونية، بل امتد منذ اليوم الأول إلى ميادين المواجهة المباشرة والدبلوماسية والدعم والسلاح والإعلام. ورغم هذا الحدث الجلل إلا أن إيران أثبتت بأنها دولة مؤسسات، وإن رحيل رئيس أو قائد لا يمكن أن يوقف مسيرتها ولا يهز أسسها. آية الله سيد إبراهيم رئيسي. على هذه الكلمات استفاق الشعب الإيراني الذي غادره النوم وشعور الراحة منذ لحظة اختفاء طائرة الرئيس في ظروف مناخية قاسية، إعلان خيم به الحزن على علماء الأمة الإسلامية وبلدانهم حكومات وشعوبا، ليعلن الحداد في العديد من البلدان في مقدمتها العراق الذي صدرت من جميع أطرافه الرسمية والسياسية والمجتمعية بيانات العزاء، وعلى رأسها بيان مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف. حقيقة بألم وحزن شديد تلقينا خبر استشهاد آية الله العظمى السيد إبراهيم الرئيسي والسيد وزير الخارجية عبد اللهيان والثلة الطيبة من رفاقهم الذين كانوا معهم بحادث مؤسف. وفي مثل هذا الظرف الصعب الذي تمر به الأمة، وما كان لهؤلاء الرجال من مواقف شجاعة ومتميزة في مقارعة الاستكبار والمستكبرين. الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلد يلد ويصنع القيادات على مر العصور، تستنفر كل الإمكانات للحفاظ على رجالاتها والدفاع عنهم، دولة تركز على القانون والمؤسسات، لا تشهد فراغا دستوريا ولا يستشهد فيها قائدا إلا ويكمل مسيرته قائدا آخر. هذا ما سيحتم على محمد مخبر إكمال مهام الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي وعلي باقري المضي بنفس نهج مسيرة وزير الخارجية الشهيد أمير عبد اللهيان. الجمهورية الإسلامية لن تتأثر بهكذا حوادث، إن كانت فعلا مؤثرة وموجعة ومؤلمة، لكن السياسات العامة سوف تستمر. المادة 131 من الدستور الإيراني تنص على أن نائب الرئيس هو من يتسلم مهام إدارة البلد بموافقة السيد القائد السيد الولي الفقيه، وأيضا تشكل هناك لجنة من قبل رئاسة البرلمان والسلطة القضائية مع الرئاسة الجديدة من أجل أن تكون هناك انتخابات خلال 50 يوما تختار رئيس إيراني منتخب. أتينا اليوم بوفد من المجلس الأعلى الإسلام العراقي لكي نقدم أسمى المواساة وآيات العزاء لإخوتنا في الجمهورية الإسلامية متمثلين بسعادة السفير والأخوة العاملين في السفارة، ومن خلالهم في الحقيقة نرفع مواساتنا، مشاعرنا الصادقة، وقوفنا، تضامننا. المصاب مصابنا في خسارتنا الكبيرة بشخصية السيد إبراهيم رئيسي.
3 أيام ما هي فترة التي تستقبل فيها السفارة الإيرانية في بغداد جموع المعزين من قادة البلاد والقوى السياسية والعشائرية والمجتمعية برحيل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهم. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. رحب بكم مرة ثانية ورحب كذلك بضيوفنا بالاستوديو، الأستاذ واثق الجابري الباحث في الشأن السياسي، وكذلك الأستاذ علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات. وبانتظار أن ينضم لنا عبر سكايب الدكتور عباس خاميار الأكاديمي والباحث في الشؤون الدولية. رحب بكم مرة ثانية أستاذ واثق، ونبتدي من التشييع المهيب اليوم اللي ينطلق من مدينة تبريز الإيرانية بمشاركة الآلاف من الإيرانيين من مختلف الطوائف. مثل هذا التشييع شنو اللي عكسه؟ شنو اللي أراد الشعب الإيراني أن يوصله من خلال هذا المراسم وهذا التشييع للرئيس الإيراني ومرافقيه؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام والضيف الكريم. طبيعة الحال هذا التشييع اليوم، التشييع المهيب في مدينة تبريز، والآن التشييع في مدينة قم، وغدا سيكون التشييع الأكبر في العاصمة طهران. طبعا أكيد سيكون هنالك ملايين من المواطنين المشيعين. هذا دليل على أولا الشعب الإيراني هو شعب متماسك. طبعا عادة الدول عندما يتم اغتيال أو استشهاد أو وفاة بشكل مفاجئ، رئيس الدولة عادة ما تعيش نوع من القلق أو نوع من الاضطرابات، لكن هذا يعني أن الشعب الإيراني هو شعب متمسك بقيادته، مؤمن بفكر الثورة التي هي دائما ما كانت، يعني كما تحدثتم بالتقرير أنه منحازة إلى القضية الفلسطينية. نعم، مثل هكذا قضايا وقضايا الأحرار وقضايا الثوار هي لا يوجد فيها حياد. طيب نقدر نقول أنه الشهيد رئيسي هو قائد شعبي وابن الشعب الإيراني وبتماس مباشر مع الشعب الإيراني، عكس بعض رؤساء الدول اللي تكون أكو مسافات ما بينهم وما بين شعبهم. هو الراحل طبعا كان يتحرك بجانبين، جانب على المستوى الشعبي هو يعني كان محبوب من قبل الشعب، ومن ثم تدرج يعني من يعني من الجانب الديني ثم القضائي والى الجانب التنفيذي. يعني كان على تواصل دائم يعني مع الشعب، ويسمي نفسه خادما للشعب وخادما للامام الرضا وعدو الفاسدين، هذا من جانب. وفي زيارات متواصله للشعب الايراني الى الاطراف، الى القرى النائيه، حقق مشاريع فيما يخص الاسكان وغيرها من مشاريع. حتى يوم استشهاده هو بزياره لافتتاح سد مشترك، بالتالي هي مصالح للشعب الايراني. انتقل لك استاذ علي، هذا ما يتعلق بالشعب الايراني. اتساءل عن ثقل ودور السيد الرئيسي والسيد وزير الخارجيه عبد الهيان، ثقل هذه الشخصيتين بالمنطقه وحتى في العالم. نعم، تحيه مسائيه لك ولضيفك الكريم وجمهورك، وبدءا نعزي الجمهوريه الاسلاميه بهذا المصاب الجلل، ونسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة. آمين رب العالمين. وواقع الصدمة حقيقة كبير وكبير جدا، ليس فقط على الجمهورية الإسلامية والدول الإسلامية، بل على كل أحرار العالم، باعتبار أن منهج السيد رئيس اليوم هو منهج طالما كان بجانب القضية الفلسطينية وبجانب كل الأحرار الذين يحاولون أن يزيحوا الطغمة الفاسدة والحاكمة وربما المتسلطة على رقاب ناس. وبالتالي قد تكون مسيرته تنويرية، باعتبار الرجل يجمع بين القضاء وبين الدين وبين السياسة. هذه الركائز الثلاثة أعطته فد زخم كبير، ليس على مستوى الجمهورية الإيران بل حتى على مستوى العالم. لاحظنا تحركاته المكوكية بين الدول، وربما موقفه المشرف في الأمم المتحدة عندما رفع المصحف الكريم وأشار إلى كلمات لن نسمح من الذي سبق أو سبقوه من الذين احتلوا هذه المنصة. أيضا له خطوات كبيرة بتحرك السياسي، بتقارب وجهات النظر حتى مع الدول المتقاطعة معه أو مع غيره عقائديا، وأقصد هنا الخلاف السرمدي الذي كان بين المملكة السعودية والجمهورية الإيرانية. أيضا استطاع من خلال دبلوماسيته أن يقرب أو يعيد سوريا إلى الحضن العربي، وبالتالي هذه كلها تحسب إلى الرجل. لذلك أنا من الذين ينظرون إلى أنه قد يكون استهدف، لكن الاستهداف ربما غريب من نوعه. يعني هذا كمل الأدوار اللي ذكرتها وتفضلت بها، كمل وزير الخارجية أكيد ما يخص الدبلوماسية الخارجية للجمهورية الإسلامية. يعني شوف، هي يعني الخسارة نوبات تكون هينة ونوبات تكون عميقة وعظيمة لما تكون
كبار القادة يذهبون يعني دفعة واحدة. هذا نفس السيناريو اللي مرت به أيام يعني عندما استهدف الجنرال سليماني والحاج أبو مهدي المهندس رحمهم الله بضربة واحدة. وبالتالي يبدو أن الغطرسة الأمريكية صيو أمريكية تحاول أن تطفئ نور هؤلاء الأبطال، ولكن الله يقول في كتابه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، مثل ما تحدث زميلي الأستاذ بأن إيران ولادة وأن إيران دولة مؤسسات وباستطاعتها إنجاب قادة عظام، لكن يبقى الأثر البالغ للسيد رئيسي والسيد وزير الخارجية، أثر كبير. وكما قلت لك يمتلك هذا الرجل لو نعد صفاته يعني لا تسعنا لا حلقة ولا حلقات، باعتباره يعيش حالة من الزهد، حتى أنه واحد من الذين لا يريد أن يكون له يعني طائرة خاصة جديدة أو مراسيم، ولهذا هو يعيش بين بسطاء الناس. هي حتى الطائرة اللي استشهد بها الرجل ومرافقين من الستينات، يعني من جيل الستينات ودخلت إلى إيران في السبعينات. نعم أيضا هو يعيش حالة من التقشف، وأنا شفت يعني بعد ما استشهد بيته وبيت والدته وهذه البيوت يعني لو تراها الجبابرة أو يتراها المتسلقين على الأموال العامة. شوف هذا الإنسان اللي يريد يكون قريب من الله، هو سلك طريق، هو سلك طريق يدري أو يعرف بأنه هذا طريق الشهادة ويدرك تماما. لذلك اليوم قد هناك مسائل يسأل لماذا لم يكن إحاطة قوية. تعرف اليوم على مستوى وزير بسيط عندما يذهب من منطقة إلى منطقة هناك رتل من الحمايات، لكن هاي العالم تتنقل لأنه تدرك تماما. خليني أرجع للدور الدبلوماسي اللي ذكرته أستاذ علي. أستاذ واثق هذا الدور الدبلوماسي الكبير من قبل شخصيتين مدافعة بقوة عن القضية الفلسطينية وأهمية هذه القضية، ومثل ما ذكرنا في بداية التغطية إلى آخر يوم السيد رئيس يذكر القضية الفلسطينية، هذا الحادثة وهذا المصاب الجلل راح يأثر على دعم إيران وبلدان محور المقاومة سواء للقضية الفلسطينية أو للتحديات اللي تواجه المنطقة بصورة عامة؟ لا، هي منهج الجمهورية الإسلامية ومنذ انطلاق الثورة عام 79 يعني بعد 6 أشهر هي أعلنت يوم القدس، وموقفها كان صريح وواضح جدا يعني تجاه القضية الفلسطينية. لذلك يعني مهما تغيرت الحكومات هي استراتيجية ثابتة لدى الجمهورية الإسلامية، و هي جاءت يعني او حتى في شعاراتها، وهذا واضح يعني من خلال الافعال، هي ليست يعني تتحدث بشعارات ولا تفعل افعال، دعمت كل الاحرار في العالم، كل مؤسسات او منظمات التحرر في العالم هي كانت تقف. بالتالي مع احترامنا وتقديرنا والرحمه والغفران للشهداء، الموضوع ما يتعلق اليوم باسماء كدعم الجمهوريه لفلسطين وباقي الدول. نعم يعني هو هذا منهج ثابت، بالتالي الشهداء هم اكملوا جزء من هذه المسيره التي كانت تدافع عن القضيه الفلسطينيه، واتضح الجمهوريه الاسلاميه في اول اولوياتها. لذلك يعني اليوم عندما نتحدث يعني من واجه الكيان الصهيوني خلال هالفتره، نجد موقف الجمهوريه الاسلاميه كان موقف واضح وحازم، و يعني حتى في الأمم المتحدة حتى من خلال التحركات الدبلوماسية، ودور الشهيدين يعني كان لهما يعني خلق نوع من التوازن الإقليمي وبناء علاقات ربما غيرت حتى كثير من مواقف الدولية. وكما أشار أستاذ علي أنه يعني هذين العلاقات خاصة في إيران، نعم أم أنه هي لا 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 علاقات خلال العلاقات، نعم العلاقات يعني هم كانوا ينظرون أن الغرب وأمريكا والكيان الصهيوني هم سبب في فرقة الشعوب المسلمة والحكومات المسلمة، وهم من جاءوا بزرع هذه الخلافات. لذلك كان الموقف الإيراني دائما ما يتحدث يعني حتى يعني في فترة محاولة التقارب السعودي الإيراني، هم قالوا نتحدث كدول مجاورة ونتحدث بما بيننا دون تدخل خارجي، لأنهم يشيرون إلى أن الكيان الصهيوني هو أمريكا وأمريكا هي الكيان الصهيوني، وكل يتحركون لأهداف واحدة، وسواء كانت الكيان الصهيوني هو قلعة متقدمة لأمريكا أو أمريكا هي الدرع الحصين بالنسبة لهذا الكيان في المحافل الدولية في بالتالي تحركات هذه الشخصيتين بالضد والجدار المانع لهذه التحركات بالمنطقة. نعم يعني اكيد، لذلك يعني اليوم حتى محور المقاومه اليوم غير كثير من قوى التوازن الدولي وقوه الردع الدوليه، واصبح من خلال دعم الجمهوريه الاسلاميه لقوى المقاومه اصبحت كلمه اليوم، وكلمه المقاومه مسموعه ومؤثره،
وما تجد اليوم عندما نحلل الأحداث في غزة، اليوم عندما تجد جيوش العالم والكيان الصهيوني بكل أسلحته والولايات المتحدة بكل ما تملك من أساطيل وأسلحة وإمدادات وبريطانيا وفرنسا يقفون أمام مقاتلين مقاومين محاصرين منذ سنوات، وهذا دليل الصبر والصمود، وهذه هم أصحاب القضايا دائما هكذا لديهم هكذا صلابة ويستطيعون الدفاع عن قضاياهم. الجمهورية الإسلامية والشهيدين كانوا متبنين لهذه الأفكار ولهذه المواقف، لذلك يعني عندما نتحدث احنا يعني مررنا خلال سنوات او النكبات اللي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية والرؤساء الذين مروا ووزراء الخارجية، كل نقول هذا هو الأفضل لكن يأتي من هو أفضل منه. إذن الجمهورية الإسلامية هي يعني هذا ربما فكر ينجب الإسلامية من انطلاقها، ينجب القادة والشهداء ويدعم دائما ما يدعم الثوار والأحرار في كل بقاع المعمورة. طيب أستاذ علي، إذا أرجع للحادثة روايات متضاربة، البعض يقول لك قدم الطيارة، البعض يقول لك لا ظروف الجوية ومنطقة أذربيجان الشرقية وتضاريسها وتفاصيلها، البعض يقول لك أكو لا أكو رواية اغتيال، فبناء على المعطيات الحالية والمتوفرة أي الروايات أقرب برأيك؟ يعني لا أخفي كسر إذا قلت هذه العملية يكترفها الغموض من الألف إلى الياء، وربما هي أغرب أو أصعب حالة مرت ليس بهذه العام بل على مدى الأعوام العشر الأخيرة. بناء على أنه العملية هل هي استهداف أم هل هي ناتج عرضي حادث عرضي، وكما يقولون بين التأويل والتحليل مسافة ألف ميل. هناك لا أقول نظريات بل فرضيات تلزمك بأن تذهب إلى فرضية أنه الطائرة أسقطت ولن تسقط، يعني أسقطتها عوامل أخرى، والدليل مطروح كثيرا. أولا أنا واحد من الناس ما أذهب إلى أنه سوء الأحوال الجوية، يا سيدي نحن في العام 2024 ولدى كل الدول بما فيها الدول الغير متقدمة باعتبار دولة إيران نعتبرها دولة عظمى تمتلك من الأجهزة التي ترصد تشخص الأحوال الجوية وتعطيك تقرير قبل 48 ساعة وليس 24 ساعة، وأيضا هناك أجهزة في كل طائرة ليست في هذه الطائرة، فما بالك بطائرة قد تمتلك بيل 212 تمتلك كثير من المواصفات لديها 212 تمتلك كثير من الأجهزة، تمتلك محركين. ما هي الأسباب التي أدت إلى أنه يقلع الرئيس في هذا الوقت باعتبار أنه في دولته، يعني وليس في دولة خارجية حتى يعجل بالرجوع؟ أنا أذهب إلى فرضية أنه هناك ضربة أو اعتداء سيبراني، يعني تحديدا تعرف حضرتك اليوم التكنولوجيا العالمية وبعض هذه الدول، أنا اليوم كنت في حلقة في لقاءات في نقاشات يقول لك إيران هي أيضا تمتلك يعني باع طويل في هذا الموضوع، موضوع هجوم السيبراني وامتلاكاته وتكنولوجيته، لكن ألا عالقين بأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا تخفي كثير من الأشياء المتطورة حتى هذا الرئيس أستاذ علي هم قدامه فرضيتين، هسه مرة يتأكد هذا الطرح بوصول الطائرتين الأخرى سالمة، ومرة مثل ما ذكرت أن إيران متقدمة بالأمن السيبراني على مستوى الصواريخ، وخير دليل قصف الكيان الصهيوني بالشهر الماضي. نعم هسه أنا أجيك على واحدة منها. يعني تدري حضرتك اليوم أكو شريحة لا تقل يعني يمكن قطرها أقل من 1 سنتيمتر بإمكانها أن تلصق في جدار طائرة، في جدار في ملابس رجل يصعد الطائرة، هذه من خلال شفرة مبرمجة عبر الأقمار الصناعية توقف طائرة كاملة بأجهزتها، فما بالك والطائرة لو نرجع صناعتها هي طائرة أمريكية وإن كانت هي في زمن الشاه، يعني أنا أعتقد هي من جيل 68. يعني برأيك اختراق لطائرة الرئيس الإيراني؟ بإمكان كل شيء يقدرون يسوون، لأن هم ما يقدر يتجرأ أنه يطلق صاروخ ويضربها، يعني لأنه تقوم القيامة، يعني تقوم الساعة، وشفت رد الاعتداء الغاشم اللي وقع على القنصلية في سوريا، شفت الرد المزلزل للجمهورية الإسلامية، فما بالك لو استهدف أعظم شخصيتين والعظمة للخالق هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعني اثنين وزير الخارجية وزير الخارجية، اثنين شخصيات قوية جدا. لكن اليوم الاستهداف السيبراني يعني محتمل جدا باعتبار أنه لا يترك أثر لأنه لا ناجين في الحادث، أيضا ماكو أدلة أو ماكو أجهزة حتى مع الدول المتعاونة، احنا سمعنا بأنه الصين قدمت خدماتها وروسيا قدمت خدماتها من أجل الكشف عن خدمات بحث، لا ما بعد البحث هي مستعدة، لكن ما هي حتى وإن شكلت فرق، لأنه طالما المكان يعني ما بقى بشيء مكان حطه بتعرف هاي كأدلة طيب. طائرة تعمل بحدود الطن ونص وقود، فبالتالي ما تستطيع ما يبقى بيها شيء. أستاذ واثق ويا رواية
طبعا هي التوقعات طبعا هي احتمالين يعني اما نقول قضاء وقدر واما يعني ربما عامل خارجي. انا يعني مع استاذ علي يعني هي القضيه طبعا يعني قضيه بها تفاصيل هوايه وتشوفها كثير من الشبهات، والا ثلاث طائرات عندما يسيرون طبعا يسيرون معا يعني ممكن ثلاث طائرات ومن مكان لمكان يسيرون يعني طائره الرئيس عاده يعني طائرتين الاخر الاخرين هم المفروض حمايه اولا، ثم طول فتره الطريق يكون اكو تواصل واكو اتصال، تختفي طائرتين تختفي طائره والطائرتين يوصلون بسلام دون ان يعلموا هذه الطائره. طبعا غريبه هذه. الشيء الثاني حتى في منطقه المنطقه اللي كان فيها سقوط الطائره يعني في وقتها فرق البحث يقولون الانترنت غير موجود او وسائل الاتصال غير موجوده في هذه المنطقه، استهداف دقيق يعني هذه يعني هنا القضيه. ثم الطائرات مزوده بوسائل استشعار ووسائل ارسال ممكن ان تقوم بارسال في حال تعرضها لاي حادث، بالتالي يعني حتى مساله سقوط الطائره يعني هي لو كانت من بسبب الامواج هي سقطت او اصطدمت بارتفاع بحدود 2500 متر يعني كيلوين ونص هو يعني من مرتفع وسقطت الى الاسفل، بالتالي هذه القضيه يعني هي لذلك اكيد تتركها لجان تحقيقيه. تشكلت لجان تحقيقيه وننتظر نتائج هذه اللجان من قبل الجانب الايراني. انتقل لضيفنا عبر سكايب الدكتور عباس خاميار الاكاديمي والباحث في الشؤون الدوليه، نرحب بك دكتور. شكرا جزيلا، السلام عليكم. ونتقدم لشخصك وللشعب الايراني بالتعازي لفقدان واستشهاد السيد ابراهيم رئيسي وكذلك السيد حسين امير عبد الهيان والوفد المرافق لهما. شكرا جزيلا، تعازينا واجركم الله. نعم. وانا لله وانا اليه راجعون. طيب اسالك دكتور عباس عن اخر ردود الافعال في الشان الايراني وفي الداخل الايراني، نتابع بالصوره حاليا مراسم للتشييع ونقل جثمان الشهداء في مسير وحسب الخط الموجه لمراسم التشييع، اسال عن اخر ردود الافعال وعن الوضع الحكومي والشعبي في الجانب الايراني. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. الحقيقه كل ما نشاهده هذه الايام يعني خلال تواجدنا في الشوارع وفي المحلات واضافه الى المشاهد التي تبث مباشره من جميع المدن وفي من خلال القنوات الإيرانية، أنا أعيد الذاكرة لما بعد استشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. يعني الحقيقة إعادة الدم في جسد الأمة بهذه الطريقة لم نكن نتصور ونتوقع يعني تجمهر هذه الملايين سواء في محل في أماكن التي يتم فيها التشييع كما كان اليوم في تبريز. نعم. وبعد الظهر يعني صباحا واليوم بعد الظهر في قوم، والآن بصورة مباشرة نشاهد هذه الجموع المليونية التي تشارك وتأتي من كل القرى وكل المدن المجاورة لكي تشارك في هذا التشييع، وهذا وقربة إلى الله بدون أي تحريض بدون أي يعني تشويق، وهذا يدل مكانة هؤلاء في قلوب الشعب الإيراني وقلوب طيب. كل المستضعفين بالتزامن أينما كان. دكتور عباس، بالتزامن مع هذا التشيع يعني الأخبار أنه اجتماع لمجلس خبراء القيادة بحضور الرئيس المؤقت محمد مخبر وباقي الجهات المختصة، أسأل عن أهم مخرجات هذا الاجتماع لغاية هذه اللحظة. مجلس الخبراء هو الحقيقة هو اجتماع السنوي بمناسبة الذكرى السنوية، اجتماع السنوي، وكان هناك نداء يعني رسالة من السيد القائد يعني يمجد ويشيد بمكانة هذا المجلس الخبراء، مجلس الخبراء في 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 الإسلام وفي النظام الإسلامي وفي الحكومة الإسلامية التي هي تقرر وهي التي منتخبة شعبيا كما تعرفون،
وهي التي ترسم خطوط العريضة للقائد، وهي التي تؤيد مكانة القائد أو تستطيع من خلال قراءتها لقائد أن تسحب صلاحياته القيادية. هذا المجلس ذات أهمية كبرى، واجتماعه اجتماع عادي أنا لا أتصور، لكن لأنه كان الشهيدين الشهيد آل هاشم إمام جامعة مدينة تبريز عاصمة أذربيجان، والسيد إبراهيم رئيسي كانوا أعضاء في مجلس الخبراء، ولذلك كانت إشادة لهذين الشخصيتين الكبيرتين هنا في المجلس. بالنسبة لمجلس الوزراء اجتماعاته عادية بحسب الدستور كما تعرفون، من مادة 131 يتولى مهمات ومهام رئيس الجمهورية الذي إما أن توفي إما أن لا يستطيع أن يستمر في عمله، هو تحول إلى يعني المساعد الأول، والمساعد الأول الآن يدير شؤون البلاد. ونقطة إيجابية جدا وهذه مهمة للغاية هو إعلان يوم تاريخ الانتخابات الرئاسية 20 يوم قبل انتهاء الفرصة المدة المحددة حسب الدستور اللي هي 50 يوم، ف 28 حزيران ستكون الانتخابات الرئاسية. وهذا يدل بأن هناك عدم تخبط، في هناك نوع من الاستقرار والطمأنينة بحيث الانتخابات تدوم. نعم دكتور، ستقام 20 يوم قبل الوقت المتاح. طيب أرجع لك دكتور بهذه التفصيلة بالتحديد، والعديد من الاستراتيجيات والأمور الهامة أجراها الشعب الإيراني خلال أو بعد هذه الحادثة مباشرة. أظهر الشعب الإيراني تماسك وطني ووحدة شعبية ورسمية، وهذا ما أظهره الإيرانيون بعد ارتقاء الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد الهيان ورفاقهما بحادثة الطائرة المأساوي في سرعة التصرف والتحرك على المستوى الرسمي والدستوري. كذلك قائد الثورة الإمام الخامنئي أعلن تولي نائب الرئيس محمد مخبر مهام الرئيس وفقا للدستور، مؤكدا أن ضمن مهامه هو إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 50 يوما، وهذا ما تم الإعلان عنه يوم أمس بأن الانتخابات ستكون في 28 من شهر حزيران المقبل. المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية أكد أن الشهيد الرئيس وعبد الهيان عملا بجد لالتحاق إيران بالمنظمات الإقليمية والدولية مثل شنغهاي وبريكس والتعاون مع اتحاد أوراسيا، فضلا عن الثبات على مبدأ محور المقاومة ونصرة القضية الفلسطينية. وبالتزامن مع التشييع المهيب اللي انطلق اليوم من مدينة تبريز باتجاه باقي المدن الإيرانية، عقد مجلس خبراء القيادة جلسة بحضور الرئيس المؤقت محمد مخبر وأمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف ورئيس السلطة القضائية وعدد من وزراء الحكومة الإيرانية للشروع بباقي الإجراءات وتجهيز الشخصيات واختيار هذه الشخصيات البديلة عن السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك وزير الخارجية السيد محمد أو حسين أمير عبد الهيان. أرجع لك مرة ثانية أستاذ علي، هذه السلاسة بالعملية الانتقالية وباختيار البدلاء، شنو تفسر هذه الوضع بالنسبة للحكومة الإيرانية؟ يعني أنا على يقين بأن الشهيد رحمه الله وكل قادة إيران هم على يقين بأن الشهادة قريبة عنهم قاب قوسين أو أدنى، وحتى المرشد الأعلى هو يدرك تماما بأن هؤلاء قد يتعرضون للاستهداف في أي لحظة، وبالتالي القائد الرديف موجود حاضرا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هكذا هي الدولة القوية. يعني اليوم الدولة أو القائد اللي ما يمتلك زمام المبادرة وزمام أنه التغيير، وربما إذا تعرف الطوارئ والحوادث جمة كما يقولون، فسواء كان اغتيال أو وفاة أو حوادث، هي ممكن إنسان يغير في أي لحظة. وهذا ما شهدناه عندما استشهد الجنرال سليماني، ما أخذ وقت إلى أن يعين غيره أو بديل عنه. أيضا هناك أريحية في هذه المناصب، يعني مو مثل
باقي الدول، ولا نريد أن نضرب مثلا بالعراق لأنه حالة مؤلمة من تريد تغير شخصية أو تريد تنتقل، وإن كان انتقال سلمي كفله الدستور، لكن تلاحظ كثير من العقبات في الجمهورية الإسلامية أبدا، لأن هو اللي يجي لهذا المنصب يعني كأنه هو ناذر نفسه لأنه يكون شهيدا يوما ما. وحتى يعني أنا عقبت على بعض أنه ليش ما أكو أحاطة أمنية للسيد الرئيس، أو لماذا هو ما يأخذ يعني التدابير القصوى في الحفاظ على أمنه، كأنه يؤمن بمقولة الإمام علي عليه السلام: من أي يومية من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر. هذا كان الإمام يسألونه يقولوا له: تنزل المعركة ليش تلبس ما تلبس درع؟ قال هذه كلمته. وأيضا هو مؤمن بقول الله: قل أينما تكون يدركك الموت. فبالتالي مسألة الاستشهاد قد تكون عندهم مسألة طبيعية أو حالة قد يصل إليها، حتى لاحظهم في أدعيتهم دائما ما يتمنون الشهادة. أيضا القادة البدلاء هم على استعداد أنه يكون يكملوا المسيرة، فبالتالي هذا المنصب هو مو منصب من أجل كسب المال، وهذا ما شفناه سواء الرئيس الحالي وحتى القابلة. يعني أنا شفت بيت رجع صار مدرس أحمد نجادي اليوم ما كان رئيس جمهورية إيران. هنا هي دولة المؤسسات، لا نقول عنها دولة مدنية، لكن هذا واقع دولة الحال. المؤسسات دولة المؤسسات ودولة دستور يحكمها دستور وليس موجود. كباقي الدول التي تقول شيئا والدستور يقول شيئا. طيب. ولكن واقع على ذكر باقي الدول، أسأل أستاذ واثق أنه من المستفيد اليوم من هذه العملية محمد جواد ظريف رئيس أو وزير الخارجية الإيراني الأسبق أشار إلى أمريكا بشكل مباشر. نعم، يعني هم أعداء الجمهورية الإسلامية كثر، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهم ما لبثوا ليل نهار يفكرون كيف يمكن الإطاحة بالنظام الجمهورية الإسلامية. هم يستخدموا عدة وسائل، منها بشكل مباشر ومنها بشكل غير مباشر، يعني حتى يعني من خلال وسائل الإعلام، من خلال تحريك شباب، من خلال يعني تشويه صورة الجمهورية الإسلامية. لكن واقعا يعني في يوم الحادثة ما وجدنا من تعاطف دولي دليل على أن الجمهورية الإسلامية دولة تمتلك علاقات متينة مع كثير من الدول، وليست تلك الدولة التي يتحدثون عنها أو تصفها الولايات المتحدة بأنها دولة بعيدة كل البعد عن الدبلوماسية. بالتالي الاتهام أو ربما هذا الحديث هو يتهم نعم الولايات المتحدة على رأس القوى الشر التي تعاديها الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية منذ عام 79 إلى اليوم وما تزال. وإلا الشعب الإيراني لولا تمسك هذا الشعب بحكومته بالثورة والمبادئ التي يؤمن بها لما تحمل كل هذه الفترة، يعني أكثر من 40 عام محاصر، شعب اقتصاد ربما متراجع نوعا ما، لكن مع ذلك هذه الدولة اعتمدت على الاكتفاء الذاتي، اعتمدت على طاقاتها، على علمائها، على مفكريها، على قادتها، وكانت دولة معطاءة دائما ما حتى هذا الطرح من محمد جواد ظريف يرجع إلى الدور الأمريكي بالعقوبات الاقتصادية. نعم. وعدم إمكانية إيران لشراء قطع الغيار أو حتى الطائرات. هذه أستاذ عباس يعني الاستهداف الأمريكي، يعني يقصد سواء كان استهدافا مرة بشكل مباشر ومرة بمنع إيران من شراء قطع غيار وتطوير ممكن الحالتي وهكذا. نعم. طيب انتقل لك دكتور عباس، المادة 131 من الدستور الإيراني بالتالي أتاحت الخيارات واضحة، جاوزت الحكومة الإيرانية مسألة البدلاء والحاليا الوضع أكو إرباك أم أن الوضع مستقر بشأن البدلاء لهذه الشخصيتين؟ أي إرباك يعني هذا الشارع هو يبث مباشرة على كل القنوات، هذا الشارع مطمئن طبعا، هو حزين، هذا الحزن نشاهده في كل حارة وفي كل بيت وفي كل شارع. لكن أنا أريد أن أطمئن حضرتك والمشاهدين بأن في إيران مهما تكون الآن، رأيت برنامج على مباشر، كانت مقابلة مع مدير مكتب رئيس الجمهورية، أنا يعني أعطي العنوان حتى أكون يعني أمينا في نقل هذه المفردة. طيب. مدير مكتب الرئيس الرئيسي الآن كان يتحدث على التلفاز مباشرة في مقابلة خاصة، يقول الذين نزلوا اليوم لتشييع جثمان الشهداء والشيخ والسيد رئيسي في تبريز بهذا الشكل وبهذا الحجم، ربما الكثيرين منهم لم يعطوا
صوتهم للرئيس رئيسي في الانتخابات. وهذه خصوصية إيران، وهذه نقطة مهمة يقولها، لم أقولها أنا، يقولها رئيس مكتبه ومن أحد يعني أصدقائه. وهذه حقيقة في إيران، عندما تواجه إيران تحدي خارجي أجنبي، وعندما تهدد يكون الرد الفعل بهذه الطريقة. يعني الجميع يخرج، جميع منتقدي في الانتخابات، منتقد الرئيس، خرجوا نطقوا وكتبوا وأعلنوا وصرخوا وشاركوا. وهذه حقيقة بعد طوفان الأقصى، وبعد الرد الأنيق لإيران الوعد الصادق، كل القيادات، كل التيارات السياسية نزلت إلى الشارع، ونزلت إلى الصحافة، ونزلت إلى الإعلام، ودعمت الموقف الإيراني بقوة أمام الاعتداء الصهيوني. لذلك أنا أقول في هذه الحالات إيران متماسكة، إيران ليست كبعض الدول وكثير من دولنا العربية الإسلامية والإسلامية هي يعني القرارات تأخذ بكبسة سر. ذكرت مسألة الانتخابات دولة مؤسسات. نعم دكتور دولة عباس. مؤسسات انتخابات مشاركات. طيب. وهذه ذكرنا أنه موعدها ب 28 حزيران القادم إن شاء الله. الأماكن الإيرانية والمؤسسات الإيرانية جاهزة لهذه التفصيلة؟ ننتظر أنه يعود لنا مرة ثانية دكتور عباس حتى نتساءل عن هذه النقطة، مدى استعداد المؤسسات الإيرانية للانتخابات اللي تم إقرار يوم أمس أنه موعدها في 28 حزيران المقبل. أرجع لك مرة ثانية أستاذ علي، هذه التقاليد السياسية في إيران وهذا الالتزام العالي في الدستور، انعكاساتها ممكن حالية فقط أم انعكاسات مستقبلية وأكو استقرار في هذا الخط؟ لا، هو واقعا جمهورية إيران يعني تمر في مرحلة تحديات، والتحديات تحتاج إلى قادة أقوياء، وبالتالي إيران تمتلك هذا هؤلاء القادة، سواء كان انطلاقا من المرشد الأعلى، رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، الوزارات كلها، حتى مؤسساتها الانتخابية. نشوف اليوم الكل سوت كخلية أزمة أو خلية نحل من أجل أن تمضي الأمور، ما تتوقف، ما تعطي نظرة لأنه اختل ميزان هذه الدولة. لكن أنا قبل أن أنسى يعني أتمنى أنه تعطيني وقت حتى أتحدث لك عن جانب جدا مهم في عملية زيارة أو ذهاب الرئيس وافتتاح السد. يعني ما ننسى المتابع للمشهد السياسي الموقف من الرئيس الأذربيجاني، واحدة من تشار له أصابع الاتهام وعليه ألف علامة استفهام. سبب هذا الرجل متواطئ مع الكيان الصهيوني حد النخاع في العمالة، ومعروف طبعا حتى إيران تعرفه، وهو علاقاته قوية في الجانب مع الجانب الأمريكي، كان يفترض أنه هاي الموقف يدرس. أنا من هذه الجزئية أقول قد يكون الشريحة التي تحدثت عنها أو الهجوم السيبراني بدأ من هنا، لأن هذا الرجل إلى مواقف معادية للجمهورية الإسلامية. تتوقع أن الإيراني ما أخذ هذه الاحتياطات؟ يعني ما أعرف، هو بنى على حسن نية، بنى على أنه هذا السد هو يعطي الفائدة للجانبين، فبالتالي هذا قدر رجل يبحث عن مصالح. لكن هو بما أنه عميل للموساد وعليه ملفات، يعني هو معروف دوليا أنه هذا الرجل تدعمه الصهيونية وتدعمه أمريكا ويدعمه الكثير من قوى الشر، فبالتالي هاي المسألة هم أيضا نأخذها بالحسبان. لكن كما قلت الأمور مشت، وأنا متيقن لو أن يعني أحداث جمة أخرى ستصاب بها الجمهورية ستقف، لأنها تحدث، والمتحدي يجب أن يكون يمتلك القوة والشجاعة. ومسألة غياب السادة القادة مسألة قد تكون الجمهورية الإيرانية تعودت عليها باعتبارها خاصة في الفترة الأخيرة فقدت الكثير، لكنها لم تهتز. بالعكس، حتى تجربة فقدان الرئيس مرت بها إيران بال81 لرئيسين. نعم. بعد الثورة الإسلامية الإيرانية مرة إقالة من مجلس الشورى، ومرة عملية اغتيال لأحد الرؤساء. مسألة وجود الأعداء بالنسبة للأقوياء مسألة دعم. أكو بيه الشعر إذا تسمح لي ألقيه، يقول أعدائي لهم دين علي ومنة، لا أبعد الله عني الأعادي، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، هم نافسوني فاكتسبت المعالي. قد تكون الجمهورية ماشية بهذا الخط. لهذا نسأل أستاذ واثق، هذا التماسك وهذا الوضع وهذا السلاسة بالانتقال ما بين الشخصيات، فقط العناوين
يعني موجودة وثابتة والشخوص يتغيرون بفعل الظروف أو الأحداث أو المتغيرات، إيش قد يشكل خيبة اليوم لأعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعداء هذا الخط؟ نعم، أعداء الجمهورية الإسلامية حاولوا يعني مرارا وتكرارا يعني ممكن التأثير على المؤسسات الإيرانية أو خرق هذه المؤسسات، لكن كمؤسسات هي مترابطة فيما بينها ومؤسسات دستورية ومتحكمة جدا يعني يعني حتى يعني في بطبيعة التعامل والتعاطي مع أشد الكوارث هم يمكن أن يتعاطوا بشكل إيجابي، وهذا يعني اللي لاحظه اليوم لديهم يعني مجلس شورى اللي هو البرلمان و مجلس تشخيص مصلحة النظام وأيضا مجلس الخبراء، وكل هذه مؤسسات متداخلة فيما بينها وتأتي عن طريق الانتخابات، وبعض منها يعني يأتي عن طريق التعيين يعني مجلس الخبراء عفوا مجلس تشخيص مصلحة النظام يأتي. نعم، لكن كل هذه المؤسسات مترابطة، ثم الدستور يعني أو الدستور الإيراني في المادة 131 اللي أشرت لها هي يشير في حال خلو المنصب أو شغوره أو عدم قدرة الرئيس بالقيام بعمله خلال شهرين أنه يكون هنالك تعاون بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، هم من يعملون على تسيير الأعمال إلى حين انتخاب الرئيس. بالتالي اليوم الجمهورية الإسلامية يعني منذ اليوم الأول هي حددت عينت رئيسا جديدا وحددت بعد 50 يوم وأعطت يوم الانتخابات وستجري الانتخابات دون أي تلكؤ بالمواقيت. خليني أسأل دكتور عباس وأعيد سؤالي عن مدى استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمؤسسات الإيرانية للانتخابات المقررة في 28 من حزيران المقبل. نعم، أنا قلت يعني إذا لم يكن هناك استعداد لن يعلن هذا التاريخ. بالنهاية عندما يعلن تاريخ محدد للانتخابات يعني هناك استعداد كامل، ونحن نعرف الإيرانيون لهم تجربة كبيرة وعريقة في الانتخابات، يعني على مدى 43 عام بعد انتصار الثورة هناك أكثر من 45 عملية انتخابية، إما رئاسية إما برلمانية إما مجلس الخبراء أو انتخابات البلديات والمجالس المحلية. الانتخابات في إيران لن تقف حتى في قمة الحرب التي فرضت على الشعب الإيراني والشعب العراقي من قبل الطاغية في تلك الفترة التي كانت مدننا تحت قصف الصدامي، كانت طوابير الناخبين أمام صناديق الاقتراع، ولم تتأخر الانتخابات ولن تؤجل يوما واحدا على مدى العقود الأربعة الماضية أو أكثر. لذلك هناك تجربة عريقة وكبيرة بالنسبة للانتخابات، وهذه هناك استعداد، وخاصة كانت الانتخابات البرلمانية قبل شهر يعني كانت جهوزية كاملة، ونعرف إيران مترامية الأطراف، يعني هناك آلاف القرى والطرق الوعرة، ودخل النظام الإلكتروني في الانتخابات، وهذه أعطت دفع إضافي. ولذلك أنا أتصور استعداد يجب أن تكونوا جاهزون، لأن ستكون هناك منافسة قوية، ستشارك التيارات السياسية والمختلفة الاتجاهات في هذه الانتخابات المقبلة، وأتصور في ظل هذا الحراك السياسي في المنطقة والتطورات والمتغيرات الكبيرة في المنطقة في النهاية هذه تؤثر وتتأثر أيضا بالانتخابات الإيرانية، ويجب أن ننتظر ونرى من يخرج من صندوق الاقتراع لكي يعني يستمر في مسيرة الشهيد رئيسي ورفاقه الشهداء الكبار. طيب. أستاذ علي، تتوقع أكو فد تغييرات على المستوى الاستراتيجي بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة بمسألة العقوبات، بما أنه ذكرت أكثر من مرة مسألة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الجانب الإيراني، وممكن تكون هي أحد أسباب فقدان الرئيس ووزير الخارجية خلال الفترة المقبلة؟ يعني بدءا نقول انه الانفتاح اللي قامت به الجمهورية الإسلامية على دول الخليج تحديدا قد تكون زاد بين الحقد الأمريكي على الجمهورية الإسلامية، كيف
لأنه بعد ما انزالت هذه الغمة اللي كانت أمريكا تصورها لدول الخليج بأن إيران هي بعبع الخليج وممكن يحصل اعتداء، بعد ما انفتح على دول الخليج تغيرت بوصلة هذه الدول من المحور الأمريكي إلى المحور الصيني، وبالتالي شهدنا تقدم الأمر الذي أفقد أمريكا صوابها، فبالتالي زاد حقدها. لكن هي للأسف يعني أنت حتى لو تنظر الدول العالم، يعني مثلا مجلس الأمن لا زال يحكم بالعقلية الدكتاتورية، وإن كان يتحدث عن العدالة وعن الحريات باعتبار أن هناك 5 دول يعتبر دائمة العضوية من لها حق التصويت ونقض القرارات، ما يسمى بالفيتو وغيره. فبالتالي أمريكا 3 دول مساندتها في هذه العملية، أو دولتين وهي بريطانيا وفرنسا، وأمريكا 3، يعني بقت روسيا والصين ما تقدر تغير من خارطة الطريق. لكن مع ذلك اليوم إحنا نشاهد التظاهرات والاحتجاجات على عدم القبول بسياسة أمريكا بدأت من الداخل، ولاحظنا قبل فترة الاحتجاجات التي عمت بأركان المعمورة في داخل الولايات الأمريكية، قبلها تكساس رادت أن تخرج عن السيطرة لولا أن تدخل الجيش الفيدرالي وعاته. فبالنتيجة هذا كله ضغوطات، وضغوطات الشعوب أكثر من ضغوطات الحكومات ربما. فبالتالي أمريكا بدأت في مستنقع القاع، وربما استشهاد القادة والضغوطات التي والأدوار التي ستقوم بها الصين وروسيا وباقي الدول وكوريا الشمالية أيضا دخلت على الخط، قد تغير المنهج وقد تفتح الحصار على إيران. وإيران أنا على يقين أنها رغم هذا الحصار لكن هي قد تفاجئ العالم يوما ما بطائرات حديثة أكثر من الطائرات الموجودة والتكنولوجيا أكبر، لأن كما قلت لك قبل قليل التحدي والضغط قد يولد المعجزة. طيب هذا التحدي ممكن يولد لنا مخرجات جديدة بالجانب الإيراني، ممكن أنه ذكرنا نقطة العلاقات ومسار العلاقات والتفاهمات الاقتصادية مع الجانب الأمريكي، أقصد في الجانب الإيراني وفي الداخل الإيراني. لا، هي الجمهورية الإسلامية لديها ثوابت، وهذه الثوابت لا يمكن أن تتغير، يعني مهما يعني تغيرت طبيعة التعاطي يعني مع الأحداث والمتغيرات والظروف اللي ممكن تمر بالشعوب أو العالم أو حتى في داخل الجمهورية الإسلامية، لكن هي تسير ضمن منهج ثابت وضمن سياسة، وهذه السياسة متعقلة أحياناً، ودائماً ما يقولون يستخدمون الصبر الاستراتيجي، يعني في كثير من الأحداث يعني أحياناً الجمهورية الإسلامية لا ترد بشكل مباشر، لكن عندما يكون الرد يعني أو الفعل القادم له تأثير أكثر من الرد المباشر، وعندما فعلت بالرد المباشر هو هذا أيضاً كان واضحاً لدى العالم. يعني عندما سارع الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني بنفي علاقته بالحادثة، طبعا هذا النفي لا ينفي علاقتهم بالحادثة، لأنه مثل ما يعني الولايات المتحدة صرحت في البداية عزت الجمهورية الإسلامية، لكن في تصريح آخر للمخرف بايدن يقول إن الشهيد رئيسي كان يدعم الإرهاب، وبالتالي هو اليوم لا يتحدث عن الإرهاب الصهيوني والقتل الجماعي وحماية الولايات المتحدة بالفيتو الأمريكي لكل القرارات الدولية التي لحد الآن أكثر من 75 قرار دولي صدر بحق الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة تدافع، ويوم أمس يعني حديث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي طلب إصدار مذكرة قبض بحق نتنياهو ووزرائه، أمريكا هي احترزت وتطالب بالقبض على الكيان الصهيوني، وبالتالي هي هذه السياسة الأمريكية الانتقائية والانتقامية والإجرامية. طيب انتقل لك دكتور عباس وأتساءل عن أبرز المرشحين، ذكرت حضرتك أنه الكثير من التيارات ستدخل في هذه الانتخابات، فبالتالي نتساءل عن أبرز المرشحين لهذه المواقع المهمة في الجمهورية الإسلامية. نعم، اسمح لي أنا قبل أن أجيب على سؤالك وأعلق على ما جاء عدة مرات على لسان ضيفيك الكريمين. نعم. بما يتعلق بالعقوبات، العقوبات كانت مؤثرة بشكل كبير ولا نستطيع يعني أن ننكر هذا الأمر، ولكن أنا أريد أن أصور مدى هذه العقوبات خدمت إيران. ممكن يعني أذكر مصداق واحد، نحن كنا في كثير من الأحيان وخاصة في الحرب التي فرضت علينا وعلى الشعب العراقي كنا بحاجة حتى إلى أسلاك لأسلاك عادية لعزل المناطق الملغومة،
عن المدنيين، حتى هذه الأسلاك لم نكن نملكها وكانت محرمة علينا، ولكن الوعد الصادق والقوة التي شاهدها العالم كله وفرضت إيران احترامها على العالم كله، هذا الآن هو نتيجة الحصار ونتيجة العقوبات. هذه القوة التي الآن بجانب إيران، أنا لا أريد أن أؤكد على الجانب العسكري في هذا التطور، الجانب العسكري أساساً هو للحفاظ على الإنجازات الأخرى التي حصلت في إيران في مجال الطب، في مجال دكتور الزراعة. دكتور احنا حتى هذه النقطة انطلقنا بالتساؤل عنها بناء على تصريح سيد محمد جواد ظريف رئيس أو وزير الخارجية الأسبق. شو السؤال؟ نسمعك. عفوا، أذكر موضوع التفاهمات ومستقبل العلاقات والعقوبات الأميركية، انطلقنا منها وبالتساؤل عنها بناء على تصريح السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الأسبق. نعم، أنا أقول أثرت، لكن أنا أقول في من صلب هذه العقوبات خرجت إيران. نعم بالضبط، على اتكائها الذاتي شكلت في التحدي مثل ما ذكر الأستاذ علي قوية. أما بالنسبة للسؤال الثاني، الحقيقة ربما بعد من يوم السبت القادم ستطرح أسماء كثيرة بعد يعني أن تضع الجثامين في مراقدها وفي مقاماتها، أتصور ستطرح أسماء كثيرة، لا أريد أن أسمي، لكن في نفس الوقت هناك وجوه متعددة معروفة، وربما الآن قد بدأت في بعض الأحيان في الفضاء الافتراضي هناك شخصية قاليباف، لاريجاني، شامخاني. طيب. هناك سيد مخبر. نعم. وهناك شخصيات أخرى متعددة ربما يكون من التيارات المختلفة تظهر، لكن يجب أن نعرف بأن الآن التقسيم السياسي في إيران ليس كما كان تقليديا، يعني التيار الأصولي والتيار الإصلاحي. في التيار الأصولي هناك تيارات متعددة، اتجاهات متعددة سياسية يجب أن تتآلف وأن تتحالف، وهناك التيار الإصلاحي كذلك نفس الشيء، هناك المعتدلون، هناك المستقلون، هذه تيارات، هناك حراك سياسي قوي لكل تيار ولكل سياسي، هناك برنامج سياسي، هذا البرنامج يجب أن يقتنع به المواطن الإيراني حتى يستطيع أن يصوت لذلك البرنامج وذلك تلك الشخصية. البرامج الانتخابية ونتائج عملية الانتخابات. أنا أشكرك الدكتور عباس خاميار الأكاديمي والباحث في الشأن الدولي، وكذلك أشكر الأستاذ واثق الجابري الباحث في الشأن السياسي، وأشكر الأستاذ علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي الدولي للدراسات، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نلتقيكم في تغطيات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.